رئيس الحكومة موجود ايه؟ وزراء بحكومة إقليم كردستان موجودين صحيح، لكن خلو مقاعد الاتحاد معناها الاتحاد ليس جزءا مفاوضا من الحكومة، وبالتالي هذا يخليني أرجع خطوة إلى الوراء بسؤال الكلام عن إدارتين وغيره إلى علاقة بهذا الموضوع. إحنا ما نخفي هذا الشيء بأنه الخلاف مستمر بين الاتحاد والديمقراطي، هذا الشيء ما مختفي، هذا أكثر من شهرين أعضاء الاتحاد حتى بالوفد السابق الزائر كان أعضاء الاتحاد غير موجودين، ولكن مع ذلك الأمور مشت هناك. يعني هسه مثلا أعطيك مثال، عندما يزور الوفد الكردي إلى هناك ما عنده مشكلة، الوفد المستقبل منه واحد من يعترف ومن يعترف، المهم يستقبل وفد حكومي حتى وإن كان غاب بعض من القوى السياسية. وأيضا السيد محمد الشاعس هكذا ينظر إلى الوفد الكردي. نعم الخلاف مستمر مع الاتحاد للأسف الشديد، وإحنا أبعثنا رسالة قبل نهاية العام، كان المفروض يكون زيارة كبيرة للسيد نيشيفان برزاني للسليمانية لتوحيد الصف الكردي مرة أخرى، ولكن لحد الآن لم يأتي الرد. لماذا لم يأتي الرد؟ لحد الآن هناك مشاكل داخلية في الاتحاد الوطني طيب. لم تحسم.